بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، وافتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، واكفنا هم الخلق وهم الرزق. اللهم انزع من قلوبنا كل وصف يخالف مرادك منا يا رب العالمين، واجعلنا على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك أرحم الراحمين في الظاهر والباطن، حتى تتوفانا ونحن على أكمل حال ظاهرا وباطنا يا رب العالمين، ببركة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين، آمين. كنا نتكلم على شروط وجوب الصلاة، وأنها ذكرها المصنف في مختصره أنها ثلاثة: الإسلام والبلوغ والعقل. الإسلام والبلوغ والعقل، وقلنا أن يضاف إليها ثلاثة أخرى في الشرح، هي بلوغ الدعوة وسلامة الحواس والنقاء من الحيض والنفاس. هذه هي ستة شروط يجب إذا توفرت في إنسان وجبت عليه الصلاة. وقلنا في البلوغ أنها لا تجب على صبي وصبية، لكن يؤمران بها بعد 7 سنين إن حصل التمييز بها. إن تأخر التمييز عن 7 سنين فيؤمران بعد التمييز. فالعبرة مش بال7 سنين، العبرة بالتمييز. والنبي حدده ب7 سنين على أساس الغالب الأعم أن التمييز يحدث في 7 سنين، وأنهم يؤمران بها. والأمر واجب على واجب كفائي على الأصول الصبي من الذكور والإناث. الأصول يعني الآباء وإن علوا، والأمهات وإن علوا. فإن غاب الأب يبقى القائم على تربية الإيه؟ الصبي أو الصبية، كالعم مثلا، أو القيم عليه، أو الولي، أو المعلم بإذن الأب أو بإذن الولي، وهكذا. فوقفنا، والتمييز يعلم بأن الطفل يعرف ما يضره مما ينفعه، ويعرف يمينه من شماله، ويأكل ويشرب منفردا، ولا يحتاج إلى أحد يستنجي به، ولكن يستنجي بنفسه من البول والغائط. يبقى عرف ميز هذه الأشياء، يبقى صار مميز، يبقى تجنب النجاسات، ويعرف ما يضره مما ينفعه، ويتجنب ما يضره، فصار مميزا بهذه الصورة. ويضربان على تركها. احنا واقفين على دي بقى، يبقى احنا نأمر الصبي ما نضربوش عند التمييز بالصلاة. الصبي والصبية نأمره فقط بالصلاة، ولا بأس اننا نهدده في الامر، نقول له لو ما صليتش هحرمك من مصروف، لو ما صليتش هضربك وما تضربوش، لكن لك ان تغلظ له في ايه؟ في الامر، لا بأس، انت يعني مصرح لك ذلك، لكن ليس مصرحا لك ان تضربه قبل ان يبلغ سن 10 سنين. فان بلغ 10 سنين ولم يصلي، والهدف اساسا انه يؤمر بالصلاة وان لم تفرض عليه حتى يعتاده وتصير عادة له، فاذا جاء وقت فرض الصلاة عليه بالبلوغ مع العقل يصير متمرنا على الصلاة، ما يبقاش إيه حياته اتقلبت فجأة. بعد 7 سنين يؤمر حتى يبلغ سن 10 سنين، ثم بعد ذلك مصرح لك، بل يجب عليك ضربه ضربا غير مبرح إن أمرته بالصلاة فلم يصلي. تضربه ضرب غير مبرح، يعني مش ضرب مؤلم، ألم زائد. وإذا ضربت تضرب، هل تضرب 3 مرات أم تضربه بما يزيد عن 3؟ العبرة بالكفاية هو المعتمد، وإن كان في وجه عندنا لا تزيد عن 3 مرات، ويكون الضرب للمأمور بأمره بالصلاة في 7 سنين، مش أي واحد يضرب. حتى أننا قلنا
أن الزوج لا يضرب زوجته على ترك الصلاة، لأن ليس له ضربها على هذا، ولكن أبوها هو الذي يضربها على ترك الصلاة، فيذهب إلى أبيها يقول له: ابنتك التي هي زوجته لا تصلي، فيأمرها ويضربها. أما الزوج فلا يضرب المرأة إلا من أجل النشوز فقط، هذا المصرح للزوج أن يضرب زوجته أيضا ضرب غير مبرح مع تجنب الوجه، إذا نشزت أي خرجت عن طاعته. أما إن أمرها بالصلاة فلم تطعه ليس لها ضربه، ليس له ضرب إلا بإذن وليه، إن قال له أبوها اضربها إن لم تصلي بشرط أن تضربها تتجنب الوجه ولا تضربها ضرب مبرح، يبقى يضربها بإذن أبيه، هكذا كما بينا. والأمر بالضرب هنا أمر وجوب، أمر وجوب ليس على الإباحة، بل يجب عليه ضربه إن لم يطعه في الصلاة إذا بلغ سن 10 سنين. طب في خلال 10 سنين، يعني هو بقى 9 سنين وشهر ماشي في 10 سنين، هل الضرب يدخل لما يبقى ماشي في 10 سنين ولا لما يتم 10 فما زاد عن 10؟ وجهان عندنا، بعض الشافعية قال إذا زاد عن 9 سنين وصار يعني في يكمل 10 في أثناء 10 سنين حتى تتم له أن يضرب، يبقى من 9 سنين وشهر و2 وشهرين و3 اسمه إيه؟ ماشي في 10 سنين، يبقى في الحالة دي له أن يضرب، هذا وجه. والوجه المعتمد عندنا وهو الذي ذكره المصنف إذا أتم 10 سنين، إذا أتم 10 سنين. ليه؟ لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال واضربوهن عليها لإيه؟ 10. فيحتمل 10 أي عند كمال 10 أو عند بلوغهم إلى 10، يعني حيث يكونوا سائرين إلى البلوغ إلى 10، فيحتمل الحديث المعني، وعشان كده صارت وجهين عند العلماء. ولكن لأن الضرب على الأصل التحريم، لأن حرام تضرب أصلا إلا لضرورة شرعية، فالضرب هنا رخصة لأنها مخالفة للدليل إلا بعذر، الضرب المسلم حرام قطعا إلا لضرورة شرعية، فلما كان لضرورة شرعية صار الوجه المعتمد كمال 10 احتياطا، كمال 10 احتياطا. فهمت المسألة؟ قوله ويضربان على تركها، يعني مين اللي يضربان؟ الصبي والصبية، الصبي يعني الذكر والأنثى، أي وجوبا، فيجب الضرب على الولي أبا كان أو جدا أو نحوهما مما مر، أو نحوهما مما مر اللي هو إيه في الأمر، هو قايل هنا يجب الأمر على أصولهما الذكور والإناث على سبيل فرض الكفاية، وللمعلم أيضا الأمر لا الضرب إلا بإذن الولي، ومثله الزوج في زوجته فله الأمر لا الضرب إلا بإذن الولي وإن كان له الضرب للنشوز، والوصي كل دول لهم الضرب برضه، والوصي على اليتيم، والقيم والملتقط زي ما قلت لك لو التقط طفلا ورباه له أن يضربه أيضا لأنه بيربيه، ومالك الرقيق في معنى الأب، وكذا الوديع والمستعير ونحوهما كالموقوف عليه، يبقى إيه كل دول لهم أيضا أن يضربوا، يبقى اللي لهم الأمر بالصلاة حين 7 سنين إلى 10 هم الذين لهم الضرب بعد بلوغ كمال 10، وهو ضرب تأديب للتمرين مش ضرب انتقام، لا ضرب يترك عاهة ولا ضرب انتقام، خد بالك لا ضرب يترك عاهة يعني أثر ولا ضرب انتقام، ده ضرب تأديب للتمرين لا ضرب عقوبة، يبقى ده ضرب تأديب مش ضرب عقاب، ضرب العقاب فيه الإيلام لكن ده ضرب تأديب مش لا يشترط فيه الإيلام. وقال قال بعضهم ولا يتجاوز الضارب 3، وكذا المعلم فيسن له ألا يتجاوز 3 لقوله صلى الله عليه وسلم لمرداس المعلم للأطفال إياك وأن تضرب فوق 3 فإنك إن ضربت فوقها اقتص الله منك، وهذا ضعيف، الحديث ده ضعيف حديث مرداس كما نبه عليه الإسنوي في الينبوع، وإن اقتضاه حديث غط جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان 3 مرات، لما جاء سيدنا جبريل للنبي غطاه 3 مرات، فقال لك برضو ده فيه إشارة إلى أن المعلم يضرب أو يؤدب تلميذه بغير إيلام 3 مرات، وإن كان الحديث ضعيف
فلا يستدل بالحديث الضعيف على التحريم فوق الثلاث، وعشان كده قال لك حديث ضعيف ما نقدرش نقول حرام فوق الثلاث، ولا يستدل ايضا به على الكراهه. فهمت المساله؟ عشان كده طالما حديث ضعيف يؤخذ به في الاحكام. والمعتمد ان يكون الضرب يعني بقدر الحاجه، المعتمد ان يكون الضرب بقدر الحاجه، يعني لا تتقيد بالثلاث لكن بقدر الحاجه، وان زاد على الثلاث لكن بشرط ان يكون غير مبرح، ما يكونش ضرب ايه مبرح، والضرب المبرح هو المؤلم الذي يترك اثر، كويس، ده يبقى اسمه ضرب مبرح، مع تجنب الوجه على كل حال طبعا، او الاماكن الظاهره، يتجنب الوجه والاماكن الظاهره حتى لو لم يفد الا المبرح تركه على المعتمد. طب افرض الولد ده جبله والضرب الغير مبرح ده مش جايب نتيجه معاه، برضه ما ضربوش ضرب غير مبرح، هذا لا يبيح لك ان تضربه ضرب مبرح، حتى لو الولد ده مناكف ومش عايز يسمع الكلام، ضربته الضرب الجائز شرعا مش عايز يسمع الكلام، برضه لا يجوز لك على المعتمد انك انت تضربه ضرب مبرح. يبقى ادعي له بقى، اضربه الضرب الشرعي وادعي له، او كافئه بحاجه، يعني شوف اي وسيله اخرى. خلافا للبلقيني، الامام البلقيني من اصحاب الاصول الكبار وشافعي من اصحاب الوجوه، قال لا، ان لم يؤثر فيه الا الضرب المبرح له ان يضربه ضرب مبرح، ولو تلف الولد بالضرب، ولو معتادا ضمنه الضارب. خد بالك في ضرب التأديب لو حصل تلف، ولو حتى ضرب التأديب ده ضرب معتاد مش مبرح، يضمن التلف. يبقى المعلم لو ضرب للتأديب وأذى الولد، يجيب لك دلوقتي خرق له عينه، خزق له، مش عارف ايه، بيجيبوها في الحوادث، ويبقى يضمنه، يضمن يعني يدفع ديتها، لأن مشروط في ضرب التأديب سلامة العاقبة، المشروط في ضرب التأديب سلامة العاقبة، فلم يؤدي إلى سلامة العاقبة ضمن. فهمت ازاي؟ ولو تلف الولد بالضرب، ولو معتادا، ولو كان هذا الضرب حتى معتاد، معتاد السلامة يعني غالبا الضربة دي ما بتعثرش، تلف مات فجأة زي فوجهزاه موسى فقضى عليه، وكان يقصد تأديبه ما كانش يقصد الانتقام منه، يبقى يضمن، يضمن يعني ايه؟ يعني يدفع ديته، ضمنه الضارب لأنه مشروط بسلامة العاقبة. ايه اللي مشروط بسلامة العاقبة؟ اللي هو ضرب التأديب، ولأنه يتأتى تأديبه بالكلام، ولأنك انت ممكن تضربه ضرب غير مبرح وممكن تأدبه بالكلام والتهديد، يعني له بديل. وبهذا فارق ما لو استأجر دابة وضربها الضرب المعتاد فماتت حيث لا يضمن. لو واحد استأجر حمارة من واحد أو حصان، وعادة الحمار أو الحصان لما واحد يركبه ينغزه كده يضربه ضرب إيه؟ معتاد يعني عشان يمشي يوجهه. فلو استأجر الحمار أو الحصان وضربه ضربا معتادا فمات، إيه؟ لا يضمن. لكن لو ضربه ضرب غير معتاد هنا اللي يضمن بس في حالة الإجارة، إنما في التأديب حتى لو ضرب ضرب معتاد يضمن. فهمت بقى؟ يبقى دي مخالفة لفرع إيه؟ الإجارة، لأن في الإجارة العبرة بإيه؟ بحسن الاستعمال، فإن استعملها كالمعتاد لا يضمن، إن أساء استعمالها بغير معتاد، إذا أساء استعمالها يضمن. فهمت بقى المسألة؟ هي كده. يبقى أنت لو أجرت عربية وماشي بيها في أمان الله، لن تتجاوز السرعة ولم يحدث أي شيء، وعربية طلعت كده من سكة جانبية راح داخلة فيك وأنت في أمان الله واقف، والعربية خلاص اتفرتكت، ما تضمنهاش، لأن أنت مستعملها الاستعمال المعتاد، ماشي في اتجاه المرور المظبوط بالسرعة المعتادة وماشي كويس. طب لكن أنت خدت العربية ومشيت عكس الاتجاه وسقتها بسرعة يعني متجاوز السرعة المقررة اللي هي تكون إيه فيها السلامة غالبا، وأنت مأجرها وتلفت منك، تضمن لأنك استعملتها استعمال جائر. فهمت بقى المسألة؟ تأدبه برضه، لو والضرب هنا ضرب يكون تأديب يعني بغير
بغير ايه؟ ان يترك اثر. نفس القصه، لان ازاء الجار حرام، فان لم يرتدع بالتهديد لك ان تضربه تاديبا بعد كمال 10 سنين. يبقى هنا خد الوجه ان الضرب يكون بعد كمال 10 سنين، بعد ما يكتمل تماما 10 سنين. طبعا 10 سنين هجرية مش 10 سنين ميلادية، يعني تعرف هو اتولد في شهر ايه هجري، وبعد 10 سنين يبقى كده تم 10 سنين. هكذا قال الشيخ ابن حجر، اللي هو ابن حجر الهيتمي مش ابن حجر ايه العسقلاني صاحب شرح البخاري. اما يذكر ابن حجر هنا في كتب فقه الشافعية يقصد به ابن حجر الهيتمي من أصحاب الوجوه، وهو ظاهر كلامهم. قال: لكن قال الصيمري إنه يضرب في أثناء العاشرة، يعني في أثناء العاشرة ما بتسعة وشهر تسعة وشهرين. الصيمري من أصحاب الوجوه الكبار في مذهب الشافعية قالوا لا، ده حتى في أثناء العاشرة، يعني بعد تمام 9. وصححه الإسناوي، والإمام الإسناوي مشي على كلام الصيماري وصححه، وجزم به ابن المقري وهو الذي اعتمده الرملي كالخطيب لأنه مظنة البلوغ. كويس، لكن المعتمد على المذهب عندنا بعد كمال 10 سنين، وإن كان في وجه آخر قوي إيه يعني بعد 9 سنين، على أساس أنه هو إيه يعني في أثناء العاشر. الثالث، الشرط الثالث من شروط وجوب الصلاة، العقل. العقل، العقل يطلق على التمييز أيضا، العقل يطلق على التمييز، لأنه قال لك شروط وجوب الصلاة إيه؟ الإسلام والبلوغ والعقل، مش كده برضو؟ يعني التمييز بيتحط مع العقل، لأن العقل أصلا شرعا يطلق على التمييز، وهي صفة يميز بها الشخص بين الحسن والقبيح. يعني العاقل يعرف الحاجة اللي تصح يعملها والحاجة اللي ما تصحش ما يعملهاش. لكن المجنون اللي هو فاقد عقله ممكن يجي المسجد يبول في المسجد، لأنه فقد عقل، ما يعرفش يميز إن البول في المسجد ده شيء قبيح وإن البول ده نجس فلازم يبرئ. لكن ممكن يجي كده يروح بايل في المسجد، تيجي تضربه وتتخانق مع الناس يقول لك سيبه ده مجنون، مش كده برضه؟ لكن العاقل ما يقدرش يعمل كده. ليه؟ لأنه يميز بين الحسن والقبيح. يبقى العقل هي صفة يميز بها الإنسان بين الحسن والقبيح. ويطلق العقل على الغريزي، على العقل الغريزي اللي هو يعرف بالضروريات، يعرف بالإنسان الضروريات. ويطلق أيضا على الكسبي اللي هو يكتسب بإيه؟ بمهارات وبالتعليم. يبقى يطلق العقل على الغريزي اللي هو الوهبي من الله سبحانه وتعالى اللي هو عليه منط التكليف، يعني علمه بالضروريات كسلامة، يعني بسبب سلامة الحواس يعرف ان الوقت نهار او النهار الوقت ليل، وان لما الشمس تطلع يبقى نهار، وان النهاردة يوم السبت، وان دلوقتي بعد صلاة العشاء. دي علم بالضروريات، يعني مش عايزة زكاوة يعني عشان يعرف المعلومات دي. وعارف ان النار تحرق، وعارف انه ما يعطش يروح للمية يشرب، وانه لما يجوع يروح للأكل يأكل، وإنهم يحزقوا البول يدخل في دورة الماء يتبول. هذه أمور ضرورية، واخد بالك؟ فطالما عرف الضروريات ده يسموه إيه؟ عقل غريزي. والعقل الغريزي ده بسبب سلامة الحواس هو ده مناط التكليف، يبقى مكلف. طالما يعرف الحاجات دي يبقى مكلف. تقول له أنا مين؟ يقول لك أنت فلان شيخ جامع مسجد الأشراف، يبقى عارف هو الأشخاص. وفلان مين ده؟ يقول لك لا ده عمي، ولا ده خالي، دي خالتي. يبقى عارف الأشخاص، وده جارنا. وما تنزل السيدة عائشة تعمل يقول لك اركب الميكروباص بتدفع كام؟ يقول لك 75 قرش. عارف، يبقى ده عقل اسمه ايه؟ علمه بالضروريات لسلامة الحواس. بعد كده أيضا يطلق العقل أيضا عند العلماء على العقل الكسبي اللي هو بيكتسب بالمهارات. بعد كده يتعلم صنعة يبقى ماهر فيها، يبقى عنده عقل زائد غير العقل الضروري اللي هي صنعته اللي بيعرف يتقنها، أو العلم اللي اكتسبه حفظ القرآن، خد شهادة كبيرة بقى مهندس بقى محامي بقى دكتور بقى زارع، يعرف الزراعة مواسمها ايه وبيزرع ايه وطباعة الارض وهكذا. يبقى ده اسمه عقل كسبي بقى بيكتسب بالمهارات. لكن العقل الكسبي ده اللي بيكتسب بالمهارات مش هو ده مناط التكليف عند الشرع. مناط التكليف هو العقل الوهبي الذي يعرف به ايه الضروريات، ان 1+1 يساوي 2، وان 3 اكبر من 1،
فهمت ازاي؟ دي حاجات ضرورية، دي عايزة يروح مدرسة، عايز يتعلمها، فهمت بقى؟ دي اسمها حاجات ضرورية. والثالث العقل، وتقدم أنه يزاد عليه، يزاد على الحاجات دي النقاء من الحيض والنفاس وسلامة الحواس وبلوغ الدعوة، فتنبه. تفريع على العقل بقى يقول لك فلا تجب على مجنون، فلا تجب الصلاة على مجنون، ده تفريع على العقل. تفريع على ايه؟ اسمه بمفهوم المخالفة. يبقى ما اقول ان الصلاة تجب على العاقل معناه بمفهوم المخالفة انها لا تجب على المجنون. فهمت بقى المسألة؟ يبقى هنا تفريع على مفهوم المخالفة اللي هو بمعنى مفهوم العقل. فلا تجب على مجنون، تفريع على المفهوم، تكتب فيها مفهوم المخالفة، لان في مفهوم مخالفة وفي مفهوم موافقة. زي ما ربك سبحانه وتعالى يقول لك ايه مثلا، يقول لك ولا تأكلوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، مش كده برضو؟ تقوم تقول ايه، انا لا مش هاكل ماله ده، انا هلبسه، هشتري بيه هدوم والبسه، مش هاكلها. ينفع؟ يقول اصل ربنا نهى عن الاكل ما نهاش عن اللبس. ينفع الكلام ده؟ طب واحنا جبنا منين اللبس حرام؟ ان لما ربنا قال لا تأكلوا مال اليتيم يعني معناه ما تضيعش مال اليتيم. فاللبس زي الاكل، زي الاحراق، زي الاتلاف، كل حاجه واحده تؤدي الى الضياع. فيبقى احراق مال اليتيم مفهوم موافقه للنهي عن اكل مال اليتيم، مفهوم موافقه بالرغم انه لم يذكر. فهمت ازاي؟ وليه عبر الله عن الاكل؟ لشده ضروره الانسان للاكل وتكرر حاجته اليه اكثر من اللبس واكثر من اي حاجه تانية. شوف انت بتاكل كم مره وبتحتاج تجدد لبسك كم مره، فاحتياجك للاكل اشد. فلما ربنا اختار الاكل وقال لك لا تاكلوا مال اليتيم مع احتياجك اليه وتكرر حاجتك اليه، دليل ان غيره من باب اولى. يبقى غير هذا من باب اولى. فهمت بقى المساله؟ زي ما يقول لك برضه ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. تقوم تقول خلاص ربنا قال ما تقولش اف، يبقى انا هضربهم من غير ما اقول اف. ينفع تضربهم؟ ولا اصل ربنا ما قالش ما تضربهمش، ده ربنا قال ولا تقل لهما اف، يبقى ينفع تضربهم؟ يبقى حرام، الضرب حرام. ليه؟ بمفهوم الموافقة الأولوي أولى، لأن الضرب إيذاء من باب أولى، أف إيذاء والضرب إيذاء من باب أولى، فيسموه مفهوم إيه؟ موافقة أولوي من باب أولى. فأحيانا يكون مفهوم الموافقة أولوي زي النهي عن ضرب الوالدين بمقتضى النهي عن التأفيف، وقد يكون مفهوم موافقة مساوي كالنهي عن استعمال مال اليتيم بغير وجه حق في غير الأكل، لأنه يساوي ضياعه في الأكل سواء بسواء. يبقى في مفهوم موافقة مساوي، مفهوم موافقة أولوي، في مفهوم موافقة أدنى، والاعتبار بمفهوم الموافقة المساوي والأولوي، أما الأدنى ففي خلاف. مفهوم المخالفة أيضا معروف، زي الرسول صلى الله عليه وسلم لما بيقول مثلا في الغنم ليس لا زكاة، في الغنم ايه؟ السائمة زكاة. اما يقول في الغنم السائمة زكاة، بالسائمة اللي هي بترعى بغير اجر في الكلاء المباح، افهم من هنا ان الغنم المعلوفة لا زكاة فيه بمفهوم المخالفة. فهمت بقى ازاي؟ اما يقول في الغنم السائمة زكاة، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم معناه بيقول في الغنم المعلومة لا زكاة. فهمتها منين؟ من المفهوم المخالفة. فهمت ازاي بقى؟ يبقى في حاجة اسمها مفهوم مخالفة في الشرع الشريف. وما هو أصلا المفهوم؟ المفهوم هو دلالة اللفظ في حال السكوت. تعريف المفهوم كده، لأن اللفظ له منطوق وله مفهوم، فدلالة اللفظ حال النطق يسموها دلالة منطوق، ودلالة اللفظ حال السكوت يسموها دلالة مفهوم. يبقى عندك انت دلالة الألفاظ، لأن الألفاظ هي الشرع الشريف. ما هو الشرع الشريف مش كلام، ألفاظ. ما هو الشرع الشريف هو خطاب الله، وخطاب الله كلام بالعربي، مش كده برضو؟ يبقى الشرع بتاعنا هو كلام خطاب، فالخطاب هذا له دلالة منطوق ودلالة مفهوم. فهمت بقى المسألة؟ فلابد أن تميز حتى تعرف أحكام الله عز وجل. فيبقى دلالة المنطوق هي دلالة اللفظ حال النطق، ودلالة المفهوم دلالة اللفظ حال السكوت. والمفهوم ينقسم إلى أولوي ومساوي، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. والموافقة أولوي يعني أولى، ومساوي وأدنى. سهلة الحكاية؟
التقسيم، عشان كده ما بيقول لك هنا فلا تجب على مجنون تفريع المفهوم. فهمت بقى تفريع المفهوم يعني ايه بقى؟ على مفهوم ايه المخالف. ومثل المجنون يفهم برضو من ضمن المغمى عليه، واحد في غيبوبة، واحد دخل في العناية المركزة وقعد في غيبوبة شهر وفاء، لا يجب عليه قضاء الصلوات اللي كان في الشهر في غيبوبة فيه. ليه؟ لأنه فقد عقله كالجنون. فهمت المسألة بقى؟ والمغمى عليه والسكران، واحد سكر غير متعد في سكره، كالسكران زي اللي واخد بنج، واخد بنج زي الوقت سعاد نصر المشهورة الممثلة دي، خدت بنج ما فقتش، قعدت كده سنة، 6 شهور، 3 شهور، وبعدين ربنا جبر بخاطرها وفقت. نقول لها ما تعيديش صلوات ايه الست شهور دول لحد ما تفوق. ليه؟ لأنها كالسكران بغير تعدي، فقدت عقلها بغير تعدي لأنها خدت بنج، مش كده برضو؟ خدت بنج. والسكران ولا قضاء عليهم إذا أفاقوا فلا يجب عليهم، لكن يستحب على المعتاد. طب افرض حب يعيد احتياطا، نقول له عيد على سبيل الاستحباب لكن لا يجب. فهمت بقى المسألة؟ لكن محل ذلك، محل ذلك يعني في السكران، إن لم يوجد منهم تعدي، فإن وجد منهم تعد بشيء من ذلك وجب القضاء. افرض تعدى بسكره، يعني عارف ان دي خمرة وانه يفقد عقله بها فشربها فضاعت منه صلوات يوم كامل، وهو عارف انك خمر، نقول له عيد الصلوات دي لانه متعد بسكره، عارف ان الدواء ده اللي ياخده يتجنن يفقد قدرته على العقل على التمييز، فراح واخده متعمد فتجنن يعيد صلوات لانه تعد. فهمت ازاي؟ لكن هو عطشان وما يعرفش، وانت حاطط خمرة في ازازة المية اللي هو متعود يشرب فيها ميه وما يعرفش، جاء من بره راح شرب ازازه الميه على انها ميه عطشان، فسكر فنام 48 ساعه سكران طين، فنقول له ما تعيدش الصلوات دي لانه لما سكر ما كانش متعدي. فهمت بقى المساله؟ ولو سكر بتعد، وقال اهل الخبره ان مده السكر شهر مثلا، ثم جن بلا تعد واستمر مجنونا بعد الشهر، قضى مدة سكره لمدة جنونه بعدها، بخلاف من ارتد ثم جن. سكر متعدي كويس، وبعد ما سكر اتجنن كده عفويا بغير تعدي، وبعدين فاق من جنونه، نقول له عيد صلواتك فترة سكرك ولا تعيدها فترة جنونك. فهمت بقى المسألة؟ طيب افرض ارتد كفر، نسأل الله السلامة أن يثبتنا على دينه، كفر وارتد، وبعدين بعد ما ارتد وكفر بشهر ولا بفترة اتجنن، وبعدين قعد مجنون جي شهر، وبعدين فاق من جنان، وبعدين عدل الإسلام، نقول له عيد كل الفترة دي بما فيها فترة جنونك لأنه كان مرتدا قبل جنونه، فيندرج عليه حكم المرتد حتى حال جنونه. فهمت ازاي؟ سهلة دي، بخلاف اللي بيتجنن وهو سكران متعدي. السكران المتعدي بخلافه، السكران المتعدي والجنن يعيد فترة سكره ما يعيدش فترة جنونه، المرتد والجنن يعيد الفترة كلها جنونه وردته، بخلاف من ارتد ثم جن فإنه يقضي مدة جنونه مع ما قبلها تغليظا عليه، لأن من جن في ردته مرتد في جنونه حكما، ومن جن في سكره ليس بسكران في دوام جنونه حكما، لأن السكران ده الغالب أنه بيفوق بعد كام؟ 12 ساعة، بعد 24 ساعة ما يبقى طينة هيفوق، لكن ده جنن شهر فما يعتبرش سكران في جنونه. فهمت ازاي؟ لكن التاني يعتبر مرتد في جنون، فردتي مستمرة على جنون، ادي الفرق بينهم. وقوله وهو حد التكليف يعني على العقل، يعني وهو حد التكليف، هو هنا تعود على العقل ولا تعود على البلوغ ولا تعود على الاسلام والبلوغ والعقل على كله؟ محتمل مش كده؟
وهو حد التكليف مبتدأ خبره ساقط في بعض نسخ المتن، وهو أي ما ذكر من الثلاث المذكورة اللي هو الإسلام والتمييز والعقل، لكن يرد عليه أن الكافر مكلف بفروع الشريعة، فالأحسن أن يقال أي ما ذكر من الأخيرين وهما البلوغ والعقل. يعني لو قلنا إن وهو هنا يعود على الإسلام والبلوغ والعقل، يعني الإسلام بيوجب عليه الصلاة، هيرد عليه بالقول بأن الكافر مكلف بفروع الشريعة، في حقك تخرج الإسلام، لأن حتى الكافر مسؤول عن الصلاة برضه، بس لا تصح منه إلا إذا أسلم. فهمت؟ فكان الأولى يقصد بها البلوغ والعقل مش الإسلام. ليه؟ لأن الكافر مكلف بفروع الشريعة، خدت بالك؟ مكلف يعني مأمور بها في الآخرة، ولا نطلبها منه من الدنيا إلا بعد إسلامه، يعني مكلف بفروع الشريعة أن يعاقب عليها في الآخرة إن مات. وعشان كده الكافر في يوم القيامة هيقول إيه؟ لم أكن من المصلين، ولم أكن أطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. يعني لا كنت بزكي، ولا كنت بصلي، وكنت بكذب، يعني كأنه ربنا بيعاقبه على فروع الشريعة وهو كافر. فهمت إزاي؟ لكن لا تقبل منه إلا بإسلامه في الدنيا. وعلشان كده بيقول وهو أي ما ذكر من الثلاثة المذكورة. لو قلنا هو دي تعود على الثلاثة المذكورة الإسلام والبلوغ والعقل، نرد عليه ونقول له لا، ده الكافر وهو مش مسلم مكلف بفروع الشريعة، فحق وهو دي تعود على البلوغ والعقل بس. فهمت المناقشة؟ لكن يرد عليه أن الكافر مكلف بفروع الشريعة، فالأحسن أن يقال أي ما ذكر من الأخيرين وهما البلوغ والعقل. ويجاب على كده إن حتى الإسلام برضو شرط، وإن كان الكافر مكلف بفروع الشريعة، بأن المراد التكليف المتفق عليه، أو التكليف الذي يظهر أثره في الدنيا بالمطالبة فيها. واضح كلام؟ وحد التكليف قوله حد التكليف أي ضابطه ومداره، ولا يردان ولا يرد أن الحائض غير مكلفة بالصلاة ونحوها، لأنها مكلفة بغيرها مما لا يتوقف على الطهارة من العبادات كأداء الزكاة مثلا، والتكليف إلزام فيه كلفة. قال لك هو حد التكليف، حد التكليف يعني لوجوب الصلاة. فممكن واحد يقول لك طب ما انت قلت ان الحائض ما بتصليش، ازاي تقول لي حد التكليف؟ نقول له لا، ده حد التكليف لأن الحائض حتى مكلفة، صحيح مش بالصلاة، الصلاة لم يكلفها الله بها تخفيفا عليه، لكن مكلفة بسائر فروع الإسلام، مكلفة بالصيام، بأداء الزكاة، بالحج، بالصدق، ببر الوالدين، مكلفة بكل فروع الشريعة وهي حائض، مش كده برضو؟ بطاعة الزوج، كل، فهي مكلفة ما زال. والصلوات المسنونات خمس: العيدان أي صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى، والكسوفان أي صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر، والاستسقاء أي صلاته. الصلوات المسنونات خمس، هو قسم الصلوات المسنونات إلى ثلاث أقسام: نوع يعني يحتاج إلى الجماعة، ونوع تاني غير مرتبط بالجماعة لكن مرتبط بفرائض الصلاة، وأنواع تانية مرتبطة بوقت مخصوص، كلها سنن. فالأنواع المرتبطة بالجماعة زي صلاة العيدين وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، دي مرتبطة بالجماعة وإن كانت سنن. وفي صلوات تانية مرتبطة بالفرائض، مش كده برضو؟ مرتبطة اللي هي سنة الظهر القبلية والبعدية، سنة العصر القبلية، سنة المغرب القبلية وبعدية، سنة الصبح، مش دي كلها سنن برضو نافلة، لكنها مرتبطة بإيه؟ بالمكتوبات، بالفرائض. وفي سنن تانية مرتبطة بالأوقات فقط، ولا يسن فيها الجماعة وإن كانت تجوز، كويس؟ زي مثلا صلاة الضحى، مش هي سنة برضو؟ ويجوز فيها الجماعة ولكن لا يسن فيها الجماعة، لكن يجوز، ومرتبطة بالوقت، وقت الضحى، وليست لها ارتباط بالفرائض. فهمت برضو؟ وصلاة قيام الليل، التهجد وقيام الليل، كلها سنة لكنها مش مرتبطة بالفرائض، لكن مرتبطة بالوقت نفسه، بالأوقات الإيه؟ الأربعة وعشرين ساعة، أوقات اليوم، زي صلاة التراويح، قيام رمضان، كل دي ما هي سنة. فهمت بقى المسألة؟ فهو قسم السنن إلى ثلاث أقسام. فابتدى بالقسم الأول، والصلوات المسنونات خمس،
وفي بعض النسخ والصلاة المسنونة، ويشكل على هذه النسخة اللي هو قال فيها الصلاة المسنونة وهي بالإفراد كده، يقول خمس، وخمس ده لفظ يقتضي الجمع. في نسخة بيقول الصلاة المسنونة خمس، فالمشكلة هنا في النسخة اللي فيها بالإفراد الصلاة المسنونة. ويشكل على هذه النسخة الإخبار بقوله خمس، فإن فيه الإخبار بالجمع عن المفرد. نجاوب عنه نقول له إيه؟ ويجاب بأن أل الجنس، أي جنس الصلاة المسنونة خمس، وليست الأل هنا، ما هو الأل كده قد تكون للجنس وقد تكون للعهد ويقصد بها الإفراد في الحالة دي، وقد تكون لإيه؟ قد تكون للجنس أو للعهد أو للاستغراق، مش كده برضو؟ يبقى أل دي أداة التعريف، قد تكون للجنس أو للعهد أو للاستغراق. فإن كانت للجنس تبقى إيه؟ تبقى يجوز فيها إنك أنت تقول بالإفراد وتتكلم على جمع، لأن جنس الصلاة وجنسها متعدد، مش كده برضو؟ زي الإنسان لفظ مفرد ولك أن تخبر عنه بمتعدد، مش كده برضو؟ وإن كان لفظ مفرد. ويجاب بأن أل الجنس كما يدل عليه النسخة الأولى، ويرد على كل من النسختين أن الصلاة المسنونة كثيرة، وعلى النسختين بقى الصلوات المسنونة خمسة أو الصلاة المسنونة خمس، نقول له لا، ده المسنونات أكثر من خمسة. إيه خمسة دي؟ فهمت بقى إزاي؟ فبرضو يبقى في عندنا اعتراضين، اعتراض على إنه قال الصلاة المسنونة خمس، فإزاي يعبر عن المفرد بالجمع؟ قلنا إن قال هنا للجنس، دي الإجابة. وبعدين اعتراض تاني على قوله خمس، ده المسنونات أكثر من خمسة، فإزاي يقول خمسة؟ ده الاعتراض التاني. ويرد على كل من النسختين أن الصلاة المسنونة كثيرة لا تنحصر في الخمس، ويجاب بأن المراد الصلاة المسنونة التي تشبه الفرائض بتأكدها وطلب الجماعة فيها وزيادة فضلها على غيره. يبقى إيه؟ نقول هنا الصلاة المسنونة خمس، يعني خمس من المسنونات يطلب فيها الجماعة كالفرد، كأنه عايز يقول كده، خمس من المسنونات يطلب فيها الجماعة كالفرد. يبقى كده احنا خرجنا من الأزمة. وزيادة فضلها على غيرها واستقلالها بدليل إفراد السنن التابعة للفرائض بعد ذلك، وذكره أن النوافل المؤكدة ثلاثة، فتحصل أنه جعل صلاة النفل ثلاثة أقسام، فذكر القسم الأول بقول والصلاة المسنونات إلى آخره، وذكر القسم الثاني بقول والسنن التابعة للفرائض إلى آخره، وذكر القسم الثالث بقول وثلاث نوافل مؤكدات اللي هو هيقولهم بعد كده، منهم الضحى ومنهم صلاة الوتر ومنهم صلاة التراويح. قوله خمس، وأفضلها صلاة عيد الأضحى ثم صلاة عيد الفطر، بالأفضلية ترتيب الأفضلية، صلاة عيد الأضحى فصلاة عيد الفطر، ثم صلاة كسوف الشمس، ثم صلاة خسوف القمر، ثم صلاة الاستسقاء، وسيأتي الكلام عليها تفصيلا في أبوابها. بعد كده هيجيب لك صلاة وكيف تصلي بعد كده في أبوابها. أي صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى. أشار بذلك إلى أن قول المصنف العيدان على تقدير مضاف، وكذا يقال فيما بعد. وعيد الأضحى، قال صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى، كان الأولى للشارح أن يقول عيد الأضحى وعيد الفطر، لأن الأفضل عيد الأضحى، فهمت بقى؟ بيعدل يعني. كان الأولى للشارح أن يقدمه اللي هو عيد الأضحى، لأنه أفضل من عيد الفطر كما علمت. والكسوفان ليه؟ لأن عيد الأضحى في شهر ذو الحجة، وشهر ذو الحجة أفضل من شهر شوال، ولأنه صلاة عيد الأضحى في يوم النحر اللي هو صبيحة يوم عرفات، وهذه الأيام أفضل الأيام في السنة، فهنا اكتسب أفضليته للظروف المحيطة به، أنه ملاصق لشهور الحج ولمناسك الحج، وأنه صبيحة يوم عرفة اللي هو صبيحة يوم النحر، فهمت ازاي؟ يبقى عشان كده هو افضل. والكسوفان فيه تغريب الكسوف على الخسوف، ساعات يعبروا بالكسوف للشمس والخسوف للقمر، وساعات يعبروا بالكسوف للشمس والقمر، وساعات يعبروا بالخسوف للاثنين، كل ده جائز على التوسع يعني.
والكسوفان فيه تغليب الكسوف على الخسوف كما أشار إليه الشارح بقوله أي صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر. والاستسقاء صلاة الاستسقاء اللي هي طلب السقيا، الاستسقاء معناه طلب السقيا، يعني ما يحصل جفاف يصلوا صلاة يقوم إيه السماء تمطر، وليها الكيفية هنشرحها بعد كده. والسنن التابعة للفرائض ويعبر عنها أيضا بالسنن الراتبة وهي 17 ركعة، وابتدى يقولهم ركعتا الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن، والواحدة هي أقل الوتر وأكثره 11 ركعة. ووقته وقت الوتر يعني بعد صلاة العشاء وطلوع الفجر، فلو أوتر قبل العشاء عمدا أو سهوا لم يعتد به، والراتب المؤكد من ذلك كله 10 ركعات، ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، وبعد كده 3 نوافل مؤكدات. نقرأ في الحاشية بيقول: والسنن، ظاهر كلام المصنف أن السنن مبتدأ خبره 17، بيقول والسنن التابعة للفرائض 17، السنن مبتدأ 17 خبرها، ظاهر كلام المصنف كده. لكن لما الشارح قال وهي 17 يعتبر ان 17 دي خبر لمبتدأ محذوف تقديري، هي فهم كأنه جعل السنن معطوفة على ايه؟ على 5، والصلوات المسنونات 5 كويس، والسنن التابعة للفرائض، كأن خلى السنن معطوفة على 5. فهمت ازاي؟ الشارح. لكن كان الأولى يعتبرها أنها مبتدأ، وإن الواو هنا واو عاطفة جملة على جملة، عطف جملة على جملة. فهمت بقى الكلام؟ نشوف كلام الشيخ. فبيقول والسنن، ظاهر كلام المصنف أن السنن مبتدأ خبره 17، لكن الشارح جعل 17 خبرا لمبتدأ محذوف حيث قال وهي 17، فكأنه جعل قوله والسنن معطوفا على قوله 5، وجعل الجملة من المبتدأ المحذوف وخبره الذي هو 17 مستأنفا. واضح الكلام؟ التابعة للفرائض أي في المشروعية، فيشمل القبلية والبعدية، لأن التابعة للفرائض سنن قبلية وسنن بعدية، فهي تابعة لها في الطلب حضرا وسفرا. عند الشافعية أن السنن القبلية والبعدية مطلوبة في الحضر والسفر سواء بسواء، حتى في السفر تقصر وتجمع وتصلي السنن القبلية والبعدية برضه. الشافعية رأيهم كده كويس، خلافا للمذاهب التانية قال لك لو كنت تصلي سنن في السفر لأتممت الفريضة من باب أولى. في ناس قالوا كده، الشافعية قالوا لا، نحن نقصر في السفر ونجمع تسننا وأخذا بالرخصة، ولكن نصلي السنن أيضا. فالنبي كان في سفره يصلي الضحى، وكان في سفره يصلي قيام الليل، وكان في سفره يوتر صلى الله عليه وسلم، وكان في سفره يواظب على سنة الصبح، وهكذا. يبقى دل على النبي كان يتنفل في السفر، فإذا كان يتنفل في السفر مطلقا صلى الله عليه وسلم يكون الرواتب من باب أولى. فهمت معنى كلام الشافعية بقى رأيهم؟ وعشان كده في السفر والحضر السنن الراتبة مطلوبة، تقوم تصلي صلاة الظهر قصر وتجمع مع العصر، وبعد ما خلصت الاثنين دول تبتدي بقى تصلي الصلاة الظهر القبلية، وتصلي بعدها الصلاة البعدية، وتصلي سنة العصر القبلية بعد ما خلصت الفرائض إن كان عندك وقت يعني. فهي تابعة لها في الطلب حضرا وسفرا، والحكمة في مشروعيتها، الحكمة في مشروعية السنن الراتبة المتعلقة بالفرائض في حق الأنبياء كثرة الأجر والثواب، وفي حق غيرهم اللي هم زينا كده تكميل ما نقص من الفرائض بنقص خشوع ونحوه كتدبر قراءة فلا تقوم مقام الفرد. يبقى احنا صلاتنا في الفرد فيها نوع من النقص بسبب طبيعتنا، يعني فيها نقص خشوع، نقص تدبر، في سرحان، في حاجة. تقوم ما تصلي السنة يقوم ربك سبحانه وتعالى يجبر النقص اللي حصل في الفرائض من السنن، يبقى دي حاجة. والإمام النووي ليه رأي تاني، قال لك بل هي تجبر أيضا بعض الفرائض. وقال النووي إذا لم يكن فيما فعله نقص، افرض بيعمل فرائضه كاملة من الخشوع والقراءة والتدبر وكله، راجل بقى يعني نمرة واحد، لكنه ترك فرضا، ترك فرض من الفرائض، يقام له كل 70 ركعة من النفل مقام ركعة من الفرض. ده الإمام النووي بيقوله،
لأن الفرق بين ثواب الفرض وثواب السنة أن الفرض بسبعين سنة. فالإمام النووي بيقول حتى لو صلى صلاة الفرض كاملة ما فيهاش أي نقص وصلى سنن، يقوم ربك سبحانه وتعالى يجعل له كل 70 ركعة من السنن مقام فرض فاتت، مقام ركعة في فرض فاتت. فشفت أنت لما يفوتك فرض ما يقومش مقامه سنن كتيرة جدا. ما تقرب عبدي إلي بأحب مما افترضته عليه. عشان كده الرسول قال إيه؟ جبنا 70 دي منين؟ إن الرسول قال في حديث رمضان، يقول في حديث رمضان إيه؟ الفريضة فيه بسبعين فريضة فيما سواه، والسنة فيه بفرض فيما سواه. أدي فضل رمضان. لما النبي قال إن السنة في رمضان ثوابها ثواب فرض فيما سواه، وثواب الفرض في رمضان بسبعين فرض، عرفنا إن الفرق بين الفرض والسنة في الأجر 70 درجة. فهمت بقى المسألة؟ لكنه ترك فرضا يقام له كل 70 ركعة من النفل مقام ركعة من الفرض اعتبارا بفضله عليه، وكالصلاة غيرها نحو الصوم برضه. فاتوا يوم من رمضان ما صاموش، يقوم يحل محله 70 يوم في غير رمضان. فهمت بقى المسألة؟ ده رأي الإمام النووي من النوافل. إنما لما يقضي يبقى بيقضي فرض، يبقى الفرض يوم بنية الفرض، لأن نية الفردية ترفعه إلى الفردية. لكن يفرض هو ما نواش القضاء وبيصلي بيصوم سنن وهو عليه يوم من رمضان، يوم ربنا يجمع له 70 يوم يحطهم مكان يوم من رمضان. شفت الفرق بين النية بقى؟ النية تجعل الأمر الفرض ترفع ثوابه 70 درجة. يبقى الفرض يسبق السنة ب70 درجة إلا في 3 أمثلة، السنة تسبق الفرض أعلى من الفرض، 3 أمثلة بس في الفقه. يبقى الفرض يسبق السنة ب70 درجة مطلقا، يعني هطلع جنيه زكاة يعدل 100 جنيه صدقة التطوع، 70 جنيه صدقة التطوع، الجنيه الزكاة. فهمت ازاي؟ لأن الزكاة فرض والصدقة التطوع سنة، مش كده برضو؟ طيب متى تسبق السنة الفرض؟ في 3 أمثلة. بدء السلام سنة، وإجابة السلام رد السلام فرض، والبدء أفضل من الإجابة، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. يبقى بدء السلام سنة، وإجابة السلام فرض، وبدء السلام أفضل من إجابة السلام. يبقى هنا السنة تسبق الفرض في المثال ده. المثال الثاني، الوضوء قبل دخول وقت الصلاة سنة، والوضوء بعد دخول وقت الصلاة فرض. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسل، يبقى هنا لو هتقوم تصلي دخل وقت الصلاة وجب عليك الوضوء. طب افرض أنا اتوضيت قبل دخول الوقت، سنة. والوضوء قبل دخول الوقت لمن ليس له عذر من دوام حدث أو غيره أفضل من الوضوء بعد دخول الوقت. يبقى ده المثال الثاني. والمثال الثالث، المدين والدائن. الدائن اللي هو اداك الفلوس، والمدين اللي هو خد الفلوس سلف، يسموه مدين، مديون بلغه المصريين، يقول لك مديون، اللي هو في كتب الفقه يسموه مدين، مفعول به يعني وقع الدين عليه، والدائن اللي هو اداله الفلوس. فاذا انت اعطيت قرضا لانسان على ان يرده لك بعد عام، فجاء وقت الاداء فجاء إليك يعتذر لأنه ما زال في عسرة، فيجب عليك إنظاره. مش ربنا بيقول إيه؟ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يبقى وجب عليك إنظار المعسر، وإبراء المعسر سنة، والإبراء خير من الإنظار. تبري يعني إيه؟ يعني تقول له يا سيدي أنا مش عايز حاجة، أعتبر الفلوس اللي نديتها لك هدية لأولادك. ده إبراء المعسر. إبراء المعسر سنة، وإنظاره فرض، والإبراء أفضل من الإنظار. كويس؟ يبقى في 3 صور عندك، السنة تسبق الفرض، إبراء المعسر، الوضوء قبل الصلاة، وإجابة وبدء السلام. ويعبر عنها أيضا بالسنة الراتبة، يعبر عنها بالسنة الراتبة اللي هي المرتبطة بالفرائض. علم من ذلك أن السنة الراتبة هي السنن التابعة للفرائض وعليه فلا يدخل نحو الضحى، لأنها ليست تابعة للفرائض،
وقيل هي ما له وقت وعليه فيدخل نحو الضحى لأن لها وقتا، وهي 17. نقف عند إيه 17؟ يبقى تفاصيل السنن الرواتب نقولها المرة الجاية إن شاء الله تعالى حتى لا نطيل عليكم. أصل الفقه ده بالذات يعني إطالة الدرس فيه بتنسي بعضها البعض، لأنه يعني فيه تركيز. فأنت الحبة دول اللي فهمتهم نصيحة لوجه الله، اللي أنت فهمته النهاردة تراجعهم في الكتاب في خلال الأسبوع ده قبل ما يجي عليك السبت الجاي، واللي أنت ما عندكش كتاب تروح البيت تدونها نقط عشان هتنساه. أنت حر تروح البيت دلوقتي وأنت لسه فاكرهم كده تكتب نقط 1 2 3 4 وأنت لسه فاكر، ويبقى عندك كتاب كراسة كده تكتب فيها النقط اللي أنت، لأن بمرور الزمن هتلاقي نفسك بعد 10 سنين و20 سنة كأنك ما حضرتش لو ما دونتش. قيد العلم التدوين، فلابد تدونه أو تحتفظ بالكتاب وتقرأ الكتاب قبل الدرس، وتقرأ قبل الدرس يعني تقرأ الدرس اللي هتاخده تقرأ قبل ما الشيخ يشرحه، وبعد ما الشيخ يشرحه تقرأ قبل ما عاد الدرس التاني وتخطط وتعمل زي ما كنت بتذاكر زمان في المدرسة، لأن ده أولى بالمذاكرة. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفقهنا وأن ينور بصائرنا ويفتح علينا فتوح العارفين بحكمته وينشر علينا رحمته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وفعل ذكري الغافلون. وجزاكم الله خيرا.